ما يمسيكم الخير. بسوي سلم وبحط عليه بس فلفل اسود وملح وكمون وبابريكا. خلكم معي. زيت زيتون وهذا البايركس. السلم هذا البايركس. حطيت زيت زيتون وحطيت فوقه الحين روزماري. زبده. صويا صوص. اضيف السكر. ما صار مزيج الملح مع السكر اضيف السمسم. ادخل الفرن الحين نص ساعه بس تحمس. بسم الله. هذا السلم عقب ما طلعناه من الفرن. شوفوا ما شاء الله. بس الحين احط عليه الصوص مع السمسم. شيل هذا نحطه في الصحن. هذا السمسم مع الصويا صوص نحطه على هذا السلمون. هذا السلمون من داخل ما شاء الله. لاحظتوا تبارك الله. هذا طبعا مع السلمون اليوم. ادري دوختكم السلمون بس احنا نحب هالسمك هذا وفي فائده وسمكه اوميجا 3 من أفخم أنواع السمك.